صباح الخير يا منى. ومفيش شك كلنا عارفين ان قطاع تكنولوجيا المعلومات وعلوم البيانات اصبح هو القطاع اللي كل بيراهن عليه في المستقبل من سنين كتير، والعالم بيراهن على القطاع ده. ظهرت اهميته اكتر خلال ازمه كورونا. فجاه وبدون مقدمات العالم كله بقى اونلاين. عشان كده الدول المتقدمه بتعتبر ان الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات والبيانات هو استثمار المستقبل. داخليا ومحليا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليه توجيهات مباشره بتوطين صناعه التكنولوجيا واطلاق مبادرات لتاهيل الشباب وتعظيم قدراتهم في البرمجه والذكاء الاصطناعي. طبعا احنا النهارده عندنا مبادرات كتير بقت موجوده معانا، زي مبادره بنات مصر الرقميه اللي اطلقتها وزاره الاتصالات، وقدرت من خلالها انها تساعد في تاهيل كوادر شبابيه متخصصه في علوم البيانات والروبوت والفنون الرقميه. وأهمية المبادرة دي فإنها بتنفذ بالتعاون مع جامعات دولية متخصصة، وكمان نقدر نقول إن في شركات عالمية داخلة في الموضوع ده. ده طبعا غير مبادرة أشبال مصر الرقمية اللي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه امبارح بتخصيص حوافز مجزية عشان يشجع المتفوقين من الطلاب اللي بيستفيدوا من المبادرة. وده لو بيعكس لنا شيء، بيعكس قد إيه اهتمام القيادة السياسية بتأهيل الشباب في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. صحيح يا منة، وإلى جانب الاهتمام بتأهيل الشباب في كمان استراتيجية مصر الرقمية. الاستراتيجية دي هدفها خلق مجتمع رقمي متكامل، تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفي نتائج مهمة بالفعل اتحققت خلال هذه الاستراتيجية، مثلا زي ارتفاع معدل نمو قطاع الاتصالات في مصر اللي وصل ل 16% السنة اللي فاتت، منها أيضا زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.5 مليار دولار في عام 2021. مش بس كده مصطفى، كمان مصر بقت واحدة من ضمن أسرع 10 دول نموا للشمول الرقمي، وده وفقا للتقرير اللي صادر عن مؤسسة رونالد برجر، وده احنا شايفينه بنفسنا وبنلمسه على ارض الواقع. وده طبعا من خلال الخدمات الالكترونيه اللي احنا بنشوفها بقت موجوده في معظم الهيئات الحكوميه، وكمان الخدمات اللي بتوفرها منصه مصر الرقميه. عشان كده احنا النهارده في صباح الخير يا مصر هيكون عندنا فقره عن مشروعات الرقمنه والبرمجه وبناء قدرات الشباب المصري في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وكمان فقرة تانية عن إزاي بيتجه العالم في صناعة تكنولوجيا المعلومات. عشان كده خليكم معانا النهاردة على مدار الحلقة، هنتابع مع بعض حاجات كتير مختلفة وجديدة. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.